حضرنا هذا اليوم إلى سنجار، إلى قضاء سنجار لافتتاح هذا النصب التذكاري الذي يخلد ضحايا إرهاب داعش، المجزرة الكبرى التي ارتكبها داعش بحق الشعب الأيزيدي المسالم حين جاء بغفلة من الزمن إلى هذه الأرض الطيبة واستباح المحرمات. الضحايا تعيش في كل الضمائر الحية. جئنا ممثلين عن مجلس الوزراء، عن دولة رئيس الوزراء لافتتاح هذا النصب ولمشاركة إخواننا الأيزيدية بهذه المناسبة لنستذكر في كل مرة الجريمة الكبرى التي ارتكبت من قبل أشرس عصابة إجرامية مرت على العراق منذ تأسيس الدولة العراقية. لا شك إن ما حدث يندى له جبين التاريخ، فهي سابقة أن تسبى النساء وأن يقتل الشيوخ والأطفال والنساء المسنات. حضورنا إلى سنجار هو رسالة محبة وسلام لأهلنا بأن الحكومة المركزية حاضرة معهم دائما، وبأن الحكومة المركزية تعمل على إنهاء مشكلة سنجار، وبأن القضاء العراقي العادل سيلاحق كل مجرمين داعش أينما كانوا ومتى ما وصلتهم أيدي العدالة للاختصاص منهم وتقديمهم إلى العدالة، فضلا عن العدالة الإلهية التي لاحقتهم وأهلكتهم على أيدي أبناء القوات المسلحة وأبناء الحشد الشعبي والبيشمركة والحشد العشائري وكل الشرفاء، لشهداء الإبادة الخلود ولداعش العار على مدى التاريخ. شكرا جزيلا لكم. لا نريد أن نطيل عليكم، نقول لشعبنا ولأهلنا في سنجار كما كنا معكم أيام المحنة وأيام التحرير، وبذلت أزكى الدماء من أجل تحرير هذه الأرض وإعادة أهلها إليها، فإننا سنبقى معكم حتى أن نفرض الاستقرار ثم الإعمار ثم عودة النازحين. سنبقى معكم كحكومة وكقوى سياسية وكحشد شعبي، سنبقى داعمين لكم حتى استقرار سنجار وعودة جميع أهلها النازحين مرة أخرى إلى ديارهم. هذا عهد أننا لن نتخلى عنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيادة الوزير، إذا تسمح بس سؤال، نور فاطمة راس العراقيين، هذا في جعبة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لأهالي سنجار وخاصة الناجين والناجيات من مجازر عصابات داعش. فيما يتعلق بالناجيات والناجين، لدينا قانون للناجيات ولدينا مديرية عامة تعنى بشؤونهم ديرها السيدة سراب، ولغاية الآن 1112 تقريبا من الناجين والناجيات الذين سجلوا رسميا. هنالك جهود تبذل، بعض الناجين غير موجودين في داخل العراق، وكذلك استكمال إجراءات التسجيل فيما يتعلق بالقضاء، لأن الملفات معظمها ملفات قضائية، لكننا سنستمر حتى شمول الجميع، ليس فقط بالراتب وإنما بقطع الأراضي، بكل ما يوفر لهم أيضا التعويض النفسي وتعويضا عن المعاناة التي تعرضوا لها. كذلك فيما يتعلق بسنجار، منذ استلامنا الوزارة وإلى الآن منذ قرابة العام شملنا أكثر من 9000 عائلة من سنجار بالرعاية الاجتماعية، وفي الأسابيع القادمة ستشمل آلاف الأسر من سنجار. سنجار لها وضع خاص ولها رعاية خاصة في وزارة العمل، وبالتأكيد هذه الزيارة سيكون لها انعكاس فيما يتعلق بشمول أهالي سنجار براتب الرعاية الاجتماعية. معالي ممثل رئيس الوزراء، السؤال متى يصل الجهد الهندسي والخدمي إلى سنجار؟ متى
تزال الألقاب؟ متى تزال الألغام؟ متى تعيدون الحياة والاستقرار لقضاء سنجار؟ يعلم الجميع بأن الساحة العراقية لم تشهد الاستقرار إلا بظل حكومة السيد محمد الشاه السوداني، فقد كانت مقاومة الإرهاب إلى حين القضاء عليه دفع ثمنها كل الشعب العراقي. أيضا ما حدث بعد ذلك من مظاهرات، من أحداث سياسية انعكست على مجمل المناطق العراقية وبما فيها سنجار، ولكن الآن بعد أن شهد العراق استقرار وأمن عالي جدا، فلا شك أن الحكومة تتحرك بكل الاتجاهات ولسنجار من هذا نصيب. أما بخصوص الألغام فربما يتكلم عنها السيد المحافظ، ونحن نوصل هذه الرسالة أيضا إلى السيد القائد العام للقوات المسلحة. احنا بس بالنسبة للتخصيصات جنابك مدى تشوف الشغل اللي بسنجار وبسنوني وبالقرى، هذا من ومنين هاي تخصيصات كقضاء موجودة وعلى الأرض تشتغل، ولكن أنا تكلمت عن التخصيصات المخصصة من دولة رئيس الوزراء، هذه مخصصة مبالغ لها لكن مرتبطة بالحكومة المحلية، وعد ما تنشأ راح تنطلق. بالنسبة للألغام احنا عندنا كانت منظمات دولية اشتغلت وانطت شهادات بهذا الشيء، اما مخخخات فما سامعين اكو مخخخات بالارض، يعني ما موجودة يعني مخخخات. واذا عندك مكان، اذا عندك مكان الاخ يوارك علي قائد عمليات، اذا اكو مكان خاص بشك انه ويا الغام ايضا الهندسة العسكرية جاهزة تساعدكم. شكرا. عفوا يا اخ معالي الوزير، السيد المحافظ، انا بدي انقل الرسائل الثلاثه من اقليم كردستان، من سيد رئيس الحكومه في اقليم كردستان وحضورنا اليوم في هذه المناسبه، بانه نعم اقليم وحكومتها متضامنه مع اهل سنجار، والأقليم هي داعمة للإعادة للنازحين، لكن الإعادة ضروري أن تكون هي إعادة طوعيا وليس إجباريا. والنقطة الثانية أيضا بالنسبة لأقليم، اتفاقية سنجار هي من أحدى مهام الرئيسية التي يمثلها الجانبين صحيحا، لكن تنفيذ الاتفاقية هي على حكومة الاتحادية بتنفيذ هذه الاتفاقية، ونحن جادون ومستمرين بأنه نعم أهل سنجار هم الذين يختارون مستقبلا وحاليا أيضا نوع الحكومة وتضامن الحكومة والتنسيق الحكومي بين بغداد وأربيل. نيتنا وغرضنا واضح، وهو دعم إعمار سنجار وإعادة طوعية لسنجار وبناء سنجار، وأيضا الاتفاق الأمني والاتفاق السياسي والاتفاق الخدمي هي ضروري جدا بين أربيل وبغداد. يا غانم القناة الثامنة اسمحوا لي، أريد أوصل رسالة في هذا اليوم اللي نفتتح به النصب التذكاري للإبادة الجماعية لليزيديين. هذا الحدث الأليم اللي نشعر ونحن في حدث حزين جدا، اليوم رسالة الحكومة العراقية ودعم دولة الرئيس بتمثيل معالي الوزير والسادة الوزراء والحضور هنا، ودعم حكومة كردستان أيضا بتمثيل هنا مع الشعب، مع نادية مراد والمجتمع الدولي وأهالي سنجار. دعونا نعمل معا، نضع الخلافات جانبا، نعمل معا. هذه خطوة جيدة قامت بها دولة الرئيس توجيهاتها لدعم سنجار، واليوم يحضر عنا معالي وزير الثقافة والسياحة والآثار ومعالي وزير العمل وممثل الرئيس مجلس وزراء أقليم كردستان. نحن هنا نجتمع اليوم في هذا المكان، أدعوكم لنتعاون مع بعض مع الأهالي لإعادة الاستقرار، عودة النازحين، إعادة البناء، الإدارة، الملف الأمني، هنالك خطوات قادمة. شكرا لكم جميعا.